بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، فما زلنا في هذا القسم من أقسام فنون علم الحديث، ونحن نقرأ كتاب اختصار علوم الحديث لمولانا ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بيان هل يقدم الجرح أم التعديل في فن علم الجرح والتعديل؟ فالراجح أن المقدم الجرح إذا كان مفسرا. ثم يفتتح مولانا ابن كثير قضية جديدة في الحقيقة فيقول، اقرأوا معي: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الأصح. على الصحيح، كلمة على الصحيح يا شباب تعني أن هناك خلاف، تعني أن هناك خلاف. هل يكفي قول الواحد؟ ها، سئل شيخ إلياس: ماذا تقول في شيخ وسيم؟ فقال: عدل ضبط ثابت. وسكت الكل ولم يعدله إلا واحد. هل يكتفي؟ هل نكتفي نحن الرواة بتعديل واحد؟ نعم نكتفي على الصحيح. جرحه واحد وسكت الكل، نكتفي بتجريح الواحد على الإيه؟ على الصحيح. طيب، هذه مسألة واضحة؟ واضحة؟ واضح. يقول الشيخ بعد ذلك: وأما رواية الثقة عن شيخ، تاني وأما رواية عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال. الآن مالك ثقة، صحيح؟ طيب، محمد بن أبي بكر ثقة، طيب سعيد بن المسيب ثقة، سبت عالم حافظ ثقة، رأينا سعيدا يروي عن أحد الشيوخ، فهل يكفي رواية سعيد عن هذا الشيخ شهادة له بأنه عدل أم لا تكفي؟ فهمتم؟ المهم فهم رأس المسألة، المهم فهم رأس الإيه؟ لم تفهم. الآن شيخ وسيم هذا شديد، إمام كبير عدل وثقة ومعروف، فروى عن شيخ إلياس، وإلياس هذا لا نعرفه، ولم نجد أحدا من العلماء جرحه أو عدله، فهل تكفي رواية الثقة عن هذا الشيخ في تعديله ولا لا تكفي؟ ثلاثة أقوال. كم قول؟ وعند العراقي أن رواية مالك عن أي إنسان تكفي في تعديله، تكفي، وسترون الآن هذه الأقوال الإيش؟ الثلاث. واضح؟ هذا كله في فن الجرح والإيه؟ والتعديل. قال: وأما رواية الثقة عن شيخ، شيخ نكرة ولا معرفة؟ نكرة، شيخ لا نعرفه، لم يعدله أحد ويفسر أبدا. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ يعني روايته تتضمن تعديله ولا لا تتضمن تعديله؟ فيه كم قول؟ ثلاثة أقوال. ثالثها، كيف يبدأ بالثالث دون الأول والثاني؟ يقول: ها، ثالثها إن كان إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتعديل، وإلا فيقبل تعديله، وإلا فلا. يعني يروي عن ثقة وعن غير ثقة، ولكنه لا يروي إلا عن ثقة، فهذا دليل على ماذا؟ ها؟ على أن هذا الشيخ معدل، هذا الشيخ إيش؟ معدل. وأريد أن أخبركم بشيء، ربما إن من الله علينا وجلسنا سويا نسرد الصحاح فتذكروا هذه المعلومة. ما جلسنا عند إمام وشيخ من شيوخنا رضي الله عنهم كلهم نقرأ عنده البخاري مثلا، وقد قرأناه في مجالس عدة، إلا نجد الشيخ يعرف بشيوخ البخاري كلما ورد شيخ من شيوخه، يعني قال حدثنا الحميدي فيعرف باسم الحميدي على الأقل، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، هؤلاء شيوخ البخاري، يقول من هو عبد الله بن يوسف فيعرف به على الأقل باسمه، يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك. البخاري هكذا يخرج في الصحيح، هكذا يخرج في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مين؟ عن مالك، فيعرفنا بعبد الله بن مسلمة القعنبي شيوخ مالك. فلفت انتباهي هذا يا شيخ محمد، لماذا كل ما جلسنا لنسرد الصحيح سردا سريعا يعني يصمم المشايخ بتعريف بمن؟
بشيوخ البخاري. فسألت أحد شيوخنا يوما بيني وبينه قلت لفت انتباهي هذا الأمر، فأجابني إجابة اقشعر لها جلدي ودمعت لها عيناي، قال يا ولدي لأن شيوخ البخاري جميعا ممن يتبرك بهم، لأنه لم يروي إلا عن ثقة إمام، فنحن نتبرك بذكر شيوخ البخاري لأنهم جميعا أئمة، يتبرك بذكر اسمهم، نعم، لأنه آلى على نفسه ألا يروي إلا عن ثقة، فهؤلاء جميعا من أولياء الله من علماء الله، فنحن يا ولدي نتبرك به. فصارت عندي هذه سنة، لا نجلس لنقرأ البخاري إلا لنشر لشيوخه، فإنهم ممن يتبرك ممن يتبرك بهم رضي الله عنهم جميعا. فإن كان الثقة لا يروي إلا عن ثقة فتكفي روايته عن العالم عن الشيخ في إيش؟ في تعديله. وإلا لا، إذا كان يروي عن ثقة وعن غير ثقة فماذا نفعل؟ فلا، إذن نقول كل من روى عنهم البخاري كلهم ثقات، كل من روى عنهم مسلم كلهم ثقات، حتى يقال في تعديله خرج له البخاري، فما دام خرج له البخاري يبقى إيه؟ خلاص ما تتكلمش بقى أنت، لأنه أراد وآل على نفسه ألا يخرج إلا لمن؟ إلا لثقة. جميل، هذا هو الرأي الثالث. قال ثالثها ماذا؟ إن كان لا يروي إلا عن فتوثيق، وإلا والصحيح أنه لا يكون توثيقا له. هذا عند كثير من العلماء لا يكون توثيقا إلا أو حتى ولو كان ممن ينص على عدالة، ممن ينص على عدالة شيوخه الصحيح. إذن هذا الرأي رقم كم؟ الثاني، الرأي الثالث الذي يختاره ابن كثير، الذي يختاره ابن كثير يقول لك إذا روى عنه الثقة فهذا يكفي في تعديله، فإذا كان لا يروي إلا عن إيه؟ عن ثقة. والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخ. ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره. هذا وارد ولا ليس بوارد؟ هذا واضح ولله الحمد، هكذا الشيخ يقول، هذا إيه؟ واضح ولله الحمد. كم رأي إذن في هذا الأمر؟ ثلاثة. الأول اسمع مني، الأول لو قال لا أروي إلا عن ثقة، أو لو قال هو ثقة عندي، الثقة يروي عن شيخ ويقول هو ثقة عندي، فنقول له ربما ليس ثقة عند غيرك فنبحث عن حاله، ولا يكفي أنك رويت عنه، واضح؟ الثاني أنه إذا روى الثقة عن شيخ لا يقبل مطلقا. الرأي الثالث والمختار عند ابن كثير وغيره أن الثقة إن روى عن شيخ فيقبل مطلقا إذا كان لا يروي إلا عن ثقة. هذه الآراء الإيه؟ الثلاثة. ويقول ابن كثير وهو واضح والله إيه؟ والله أعلم. قال وكذلك فتيا العلم أو فتيا العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. يعني جاءنا نص لم نقف على صحته في إسناده ومتنه، ولكننا رأينا شيخا من شيوخ العلم يعمل بما فيه. لا تفهمون؟ الآن عندنا حديث جاء بروايات وبرواية وسند فيه مثلا من صلى أربعا قبل العصر حشر مع النبيين والشهداء، هل تعرفون هذا صحيح ولا غير صحيح؟ لا نعرف. نحتاج إلى أن ندرس رجاله وسنده وكذا حتى نعرف. لكني رأيت شيخ الأزهر بجلالة قدره لا يفوت يوما إلا ويصلي أربعا قبل العصر، فأقول له يا سيدنا لما تفعل هذا؟ يقول عملا بقول النبي من صلى قبل العصر أربعا حشر مع النبيين والشهداء. فهل يكفي فعل شيخ الأزهر في الحكم على هذا الحديث بأنه صحيح؟ فهمت المسألة؟ هل يكفي؟ الأصح أنه لا يكفي، لا إيه؟ فلا بد من دراسة الحديث صحة وغير صحة. فهمتم المسألة؟ قال فهمتموها؟
قال الشيخ ها وكذلك فتيا العالم أو عمله على وفق حديث. أي حديث؟ العالم والإمام يعمل على وفق هذا الحديث، فهل هذا دليل على صحة هذا الحديث؟ قال لا يستلزم تصحيحه له. قلت الله، ابن كثير في النهاية لا إيه؟ لا يسكت. قال قلت وفي هذا ناظر، اسمع يا مولانا، وفي هذا إيه؟ ناظر، يعني أنا لا وافق أن عمل الإمام بوفق حديث لا يدل على تصحيح الحديث، ولا أوافق على أن الثقة إن روى عن شيخ دليل على أنه سبة عدل وكذا. ماذا تقول يا ابن كثير؟ قال في هذا بصراحة، بصراحة أنا غير مستريح، بصراحة في هذا إيه؟ في هذا إيه؟ في هذا نظر. قل لنا ما هو النظر يا مولانا. قال قلت وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتيا، في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. ما معنى هذا؟ في هذا نظر، نظر يعني لا يوافق، نظر يعني إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث. فإن كان في الباب غير ذلك الحديث فما قلتموه كله صحيح. تاني، إذا لم يكن في الباب غير هذا الحديث ورأيت عالما متقنا يعمل بمقتضى، هذا دليل على صحة الحديث. فإن كان في الباب، ما معنى الباب؟ الباب ذلك الموضوع. يا سلام، أحسن. في هذا الأمر، في هذا الباب، في هذا الموضوع لا يوجد إلا هذا الحديث ويعمل به شيخ الأزهر، باب حديث واحد في باب كامل، في باب البر، في باب الصدقة، في باب الإنفاق، في باب الصلاة، في باب النفل، في باب العلم، ما فيش إلا هذه الرواية ويعمل بها هذا الشيخ. ما دام لا يوجد في الباب إلا حديث واحد ويعمل به إمام كبير أو رواه ثقة عن شيخ، فإن هذا دليل على عدالة هذا الشيخ ودليل على صحة الحديث. إن لم يكن في الباب إلا، فإن كان في الباب أكثر من حديث فكلامكم صحيح، وهذا لا يعني أن الحديث صحيح ولا يعني أن الشيخ الذي روى عنه الثقة عدل. واضح؟ وضحت الآن؟ طيب اقرأ يا سيدي. قال وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضى. فما دام استشهد به واستشهد به في الفتيا والحكم، إذن دليل على صحة هذا الإيه؟ هذا الحديث. قال ابن الحاجب ها وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. ما معنى هذا؟ لا يعني لا أدري، الكلام كأنكم تقرؤون بالإنجليش، هذا عربي، هذا إيش؟ عربي، ولكن العرب صاروا لا يفهمون العربية، سبحان من جعل العرب عجما. أي والله، سبحان من جعل العرب، ينظر العربي إلى الجملة العربية يقول ها ها ما معناها. أما وأن يتعجب العجم فهذا أمر طبيعي، لكن أن يتعجب العرب من العربية هذا يجعل الإنسان يعني يبكي. صحيح؟ اقرأ العبارة مرة أخرى. يا ود أنت هو اقرأ. ماذا يقول الشيخ؟ قال ابن الحاجب، معروف ابن الحاجب الإمام المعروف الشهير، ماله قال إيه بقى ابن الحاجب؟ ها؟ ولا حكم الحاكم ولا حاجب. مين حكم الحاكم ده؟ حكم الحاكم المشترط العدالة، ها حكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. ما معنى هذا؟ يضحك هذا العجمي الباكستاني، يضحك لا يعرف ما معنى هذا. تاني يا مشايخ اقرأ تاني شيخ محمد. حكم الحاكم المشترط العدالة تعديل. كيف يا شيخ محمد؟ كيف يا شيخ صديق؟ شيخ صديق هذا مختص في فن الجرح والتعديل، جيد؟ جيد؟
ويشترط لأن نروي عن الراوي أن يكون عدلا. الآن هذا حاكم، هذا ماذا؟ سيحكم على هذا بالعدالة، وهو في منهجه يشترط أن نروي عن هذا أن يكون عدلا. فما رأيك في هذا؟ فقال على منهجي هذا عدل. الآن حكم الحاكم، اقرأ العبارة مرة أخرى. حكم الحاكم المشترط، المشترط يعني، المشترط يعني في منهجه، يشترط في منهجه أن نروي عنه إذا كان صح. يا واد يا بجب تاني حكم، اقرأ حكم الحاكم إيه؟ المشترط العدالة، بس خلاص. هذا حكم وهو مشترط العدالة، حكم على هذا بإيش؟ بالعدل. فهذا هذا الحكم من هذا الحاكم المشترط العدالة يكون ماذا؟ آخر كلمتين تعديل باتفاق. فهمتم؟ إن لله وإنا إليه راجعون. ما علينا، المهم في النهاية أن هذا عند العلماء كأن هذا أصبح عدلا لما حكم عليه الحاكم بالعدل. هذا الحاكم يشترط العدالة. اجلس اجلس. إن لله وإنا إليه راجعون. اقرأوا كلمة الحاجب مرة أخرى. الإمام قال ها وحكم الحاكم المشترط العدالة ها. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق. هو علم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قبل العصر أربعا كان مع النبيين والشهداء ولم يعمل بها، هل هذا يعني أن الحديث ضعيف أو موضوع؟ أبدا لا يعني هذا، كأنه جرح وكأن العمل به تعديل. هذا مبني على ما فات، ولكننا لا ننتبه. كأنه ماذا؟ كأنه جرح. قال وأما إعراض العالم ها بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته، أن عنده حديث آخر يرجح عملا عن هذا العمل الذي قال به هذا الحديث، ولكن هذا الحديث عنده ماذا؟ صحيح. واضح هذه الطريقة من المسألة من المسائل الدقيقة. يقول مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. عند من؟ مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل رواية. ما معنى مجهول العدالة ظاهرا؟ يعني لا أعماله تدل على أنه عدل، وبالطبع نحن لا نعرف باطنه ماذا فيه. فمجهول العدالة ظاهرا وإيه؟ وباطنا لا تقبل. هذه واحدة. والثانية ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر، وهو المستور، لا نعرف بواطنه لكن ظاهرا إنسان عدل، فقد قال بقبوله بعض الشافعي. ما دام عدل لنا الظواهر، لنا الظاهر، والله يتولى السرائر. صحيح. ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. إذن أنا عندي أولا مجهول من؟ مجهول العدالة ظاهرا وباطلا. ثم نصل عند مسألة المبهم الذي لم يسمى. لأن رجل من بني سليم، رجل من بني فزارة، من هذا؟ اسمه ماذا؟ مجهول لم يسمى أو سمي ولا تعرف عينه، أبو عبد الله، أبو محمد، ولا نعرف من هو. ماذا نفعل في روايته هذا الرجل المجهول الذي لم يسمى أو سمي ولم تعرف عينه؟ ماذا نفعل في جرحه وتعديله؟ هذا ما سنلتقي عليه في المرة القادمة بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، وأشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.